بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء. الدرس الأول في وحدة الكهرباء، الوحدة الثانية في الأسدس الثاني، فيها درسين. هذا الدرس الأول تحت عنوان التيار الكهربائي المتناوب الجيبي، لو كورون إلكتريك alternatif sinusoidal. إذا كالمعتاد لابد من وضعية الانطلاق، وضعية مشكلة. إذا وضعية الانطلاق بالنسبة لنا نعتبر الصورة التالية. إذا في السنة الماضية رأيت مجموعة من العناصر الكهربائية، من بين هذه العناصر منبع تيار كهربائي. إذا سنعرض هنا مجموعة من المنابع. إذا هذا منبع يسمى مولد، جينيراتور. المنبع الثاني عمود، المنبع الثالث عمود أيضا، يختلف شيئا مع العمود الأول، مع المولد الأول. والمنبع الثالث هو المأخذ الذي يوجد لدينا في المنازل. إذن هذه كلها تسمى منابع للتيار الكهربائي التي ينبع منها أو تنتج التيار الكهربائي. إذن ما الذي يهمنا في هذه الحالة؟ لاحظوا معي هنا، هذا المنبع الأول له مابطان أو له قطبين، كذلك المنبع الثاني اللي هو العمود، كذلك المنبع الثالث اللي هو مولد، كذلك مأخذ التيار. هناك ثلاث مرابط ولكن كيهمنا هاد الجوج بالنسبة لمأخذ التيار. ما هو السؤال المطروح؟ لاحظوا هنا، سنقسم هذين المنبعين إلى صنفين. الصنف الموجود على اليسار كتلاحظوا بجوار المرابطين هناك إشارة زائد وإشارة ناقص، يعني بلس وموان، بينما في الجهة الأخرى في المنابع الموجودة على اليمين مأخذ التيار والمولد ليس هناك إشارات زائد أو ناقص بالنسبة للمرابطين. إذا هذا هو السؤال، أو هذه وضعية الانطلاق. لماذا في بعض المنابع نجد إشارات موجبة وسالبة عند القطبين، يعني هناك قطب موجب وقطب سالب، وبعض العناصر أو بعض المنابع الأخرى لا نجد إشارات زائد أو ناقص، يعني ليس هناك قطب موجب ولا قطب سالب؟ إذا هذه هي الوضعية، هذا هو السؤال المطروح لدينا في الدرس. إذا من أجل الإجابة على هذه الوضعية سنتعرف على جهاز جديد. هذا الجهاز اسمه راسم التذبذب، باللغة الفرنسية لوسيلوسكوب، هو الذي سيساعدنا في هذه الوضعية. سنعطي تعريف ومكونات الأساسية لهذا الجهاز أولا ووظيفته. إذا راسم التذبذب جهاز كهربائي يمكن من معاينة تغيرات التوتر بدلالة الزمن، ويحتوي على العناصر الأساسية التالية. إذا هذا الجهاز يمكن من معاينة تغيرات التوتر، يعني يسمح لك بمشاهدة تغيرات التوتر. هل توتر معين يتغير بدلالة الزمن أم لا؟ هل يزداد؟ هل ينقص؟ هل يبقى كما هو؟ إلى غير ذلك. إذن هذه هي الوظيفة دياله. وأيضا يمكننا من قياس التوتر، المعاينة والقياس. إذا ما هي المكونات الأساسية؟ إذا لاحظوا معي الصورة التالية. إذا هذه الواجهة ديال جهاز راسم التذبذب، هناك في أنواع مختلفة اختار هذا النوع. إذا سنتحدث عن المكونات الأساسية ديالو كما تلاحظون من خلال هذه الصورة. المكون الأول شاشة مدرجة تحتوي على محورين، محور رأسي عمود يعني، وهو محور التوتر، ومحور أفقي وهو محور الزمن. إذا بما أننا سنلاحظ أو نعاين تغيرات التوتر بدلالة الزمن، إذا فكأن هذا الجهاز سيرسم لنا منحنى، يرسم لنا منحنى في ديك الشاشة. وبالتالي لابد من معلم، يعني لابد من محور الأناتيب ومحور الأفاصيل كما تستعمله في الرياضيات. إذا عموديا المحور العمودي موجود في وسط الشاشة يمثل التوتر بالفولت مثلا، والمحور الأفقي الزمن سكوند أو إلى غير ذلك. إذا هذا المكون الأول. المكون الثاني مابطان يسميان المدخل، نرمز لهما ب إكس و إي. إذا هذين المابطين كيلعبوا مثلا وظيفة القطب الموجب، يعني عند جوج ديال الأقطاب موجبة كيتسمي بالنسبة لهاد الجهات كيتسموا المدخل. المكون الثالث مابط يسمى الهيكل، نرمزه بأحد الرمزين كما كتلاحظوا في الصورة. إذا هذا كيلعب وظيفة القطب السالب،
لاماس، كنقولوا لاماس ديال الاستريسكوب. اذا باللغه العربيه الهيكل، والرموز ديالو كاينين جوج، اما الاول او الثاني كما تلاحظون في الصوره. المكون الرابع زين الحساسيه الرئيسيه اس في. ما معنى زين الحساسيه الرئيسيه اس في؟ الحساسيه الرئيسيه رمز لها اس في، سونسيبيليتي فيرتيكال، سونسيبيليتي فيرتيكال. لضبط التوتر مقابل لكل تدريجه، بما اننا سنرسم منحنى لابد من سلم، يعني كل تدريجه كم تمثل. وبالنسبه للمحور العمودي ديال التوتر خاص بالتوتر، اذا كل مربع يمثل كم من التوتر، نضبطه من خلال هذا الزين. واش 1 فولت، واش 2، واش 0.5 فولت. اذا مثال كما تلاحظوا بين قوسين، اس في تساوي 2 فولت باغ ديفيزيون، يعني على التدريجه، ديك ديف كتعني تدريجه، مربع واحد، يعني كل تدريجه عموديا يوافقها 2 فولت. اذا ملي غيرسم لنا شي منحنى في هذه الحاله، كل مربع كيمثل 2 فولت، وصل 2 المربعات يعني 4 فولت، وصل 3 يعني 6 فولت، والعكس اذا كان في الاسفل تحت المحور الافقي يكون سالب، ناقص 2 ناقص 4 وهكذا دوالك. اذا هذا الزين كيتسمى الحساسيه الرئيسيه اس في. المكون الموالي بحال او بحال السابق، زين الحساسيه الافقيه اس اش، لا سونسيبيليتي هوريزونتال، لضبط المده الزمنيه المقابله لكل تدريجه، هذا افقيا لان المحور الافقي ديال الزمن. اذا مثال اس اش تساوي 0.5 سكوند بار ديفيزيون، يعني 0.5 ثانيه على التدريجه، يعني كل تدريجه افقيا يوافقها 0.5 سكوند. في هذه الحاله مثلا الا ضبطنا داك الزين اللي كتلاحظوا بالاحمر، كل ما دورتيه كتغير هذا اس اش، يمكن دير فيها 1 سكوند، يمكن 0.5، 0.25 وهكذا دواليك. سادسا، مجموعة من الأزرار الأخرى تسمح بي، كاين كما كتلاحظوا بزاف ما تحدوش عليها كاملة. إذا الزين الأول تشغيل رسم التذبذب، هو كتلاحظوا هذا الزين هذا الذي يشير إليه السهم، نشغل فيه رسم التذبذب. الزين الثاني اختيار، عفوا هنا لدينا اختيار الوضع دي سي أو الوضع أسي، هنا غنشوفو ما معنى دي سي و أسي، حتى هو مهم. ثم الزين الموالي التحكم في شدة إضاءة البقعة الضوئية في الأعلى انتونسيتي ودقتها، دقة في الزين هذا، ثم موضع هذه البقعة الضوئية أو مستقيم، عندما نشغله إما يعطينا بقعة ضوئية في الوسط في المركز، إما يعطينا مستقيم. إذا للتحكم في هذه البقعة في موقعها نتمكن من هذا الأزرار اللي كاين هنا اللي كتلاحظوا بالأصفر والأحمر. إذا هذه هي المكونات الأساسية لهذا الجهاز. نواصل الآن بالنسبة لاستعمال هذا الجهاز لنجيب على الوضعية المشكلة. إذا معاينة التوتر المستمر والتوتر المتناوب بواسطة رسم التذبذب، سنعود إلى هذا العنوان لشرحه من خلال التجربة. تجربة، سنجري التجربة التالية، تلاحظون لدينا رسم التذبذب، ربطنا به عمود، كتلاحظوا القطب الموجب زائد بإكس، يعني الموجب ديال رسم التذبذب، ولا إيكغيك بحال بحال. والسالب بلاماس الهيكل. ثم نأخذ مولد المختبر جي بي اف، جينيراتور باس فريكونس، هذا ليس فيه قطب موجب ولا سالب، ربطناه هو الآخر برسم التذبذب. ما هي النتائج التي سنلاحظها في الشاشة بالنسبة للعمود؟ لاحظوا ذاك الخط الضوئي انتقل إلى الأعلى كما تلاحظون، لو قمنا بقلبه، قلب الرابط ديالو، غينزل الأسفل. بالنسبة لمولد المختبر الذي لا يحمي إشارة موجبة ولا سالبة في الأقطاب ديالو، كتلاحظوا حصلنا على هذا الشكل هذا. إذا ننتقل إلى تحليل. ملاحظة وتفسير، المنحنى المشاهد، يعني ذاك الخط اللي شفنا في الشاشة، المنحنى المشاهد على شاشة رسم التذبذب في حالة استعمال العمود خط أفقي موازي للمحور الأفقي، حصلنا على واحد مستقيم أفقي يوازي محور ديال الزمن، المرمى من وسط الشاشة. إذا التوتر بين مربطي العمود لا يتغير خلال الزمن، يعني شاد واحد القيمة، إذا كان 2 فولت كيبقى 2 فولت، إذا كان 3 فولت كيبقى 3 فولت، لا يتغير مع الزمن، يحتفظ بنفس القيمة. نقول أن التوتر بين مربطي العمود توتر مستمر، يعني يبقى بنفس القيمة، نرمز له بتساوي أو الحرفين دي سي. أما بالنسبة للعمود، المنحنى المشاهد على شاشة رسم التذبذب في حالة استعمال مولد المختبر جي بي اف عبارة عن ماذا؟ تموجات منتظمة، كتلاحظوا شفنا تموجات منتظمة ومتماثلة حول المحور الأفقي، كاين تماثل حول المحور الأفقي، نقول أن هناك
تناوب طائرة، تناوب موجب من اللي كيكون في الفوق، ومن اللي كينزل أسفل المحور الأفقي تناوب سالب. إذا التوتر بين مابطي المولد يتغير خلال الزمن، هو ما ثابتش، مرة كيكون موجب كيتزاد مرة كينقص، إذا ليس ثابت. نقول أن التوتر بين مابطي المولد توتر متناوب جيبي، متناوب يعني يتناوب بين القيم الموجبة والسالبة، جيبي لأنها تموجات منتظمة وهو توتر متغير. يرمز لهذا التوتر بالحرفين AC أو بالعلامة تموج كما تلاحظون. إذا من خلال التجربة لدينا جوج ديال الأنواع ديال التوتر، توتر مستمر لا يتغير مع الزمن، وتوتر متغير. في هذه الحالة لدينا متناوب جيبي لأن التوتر المتغير فيه بزاف، لكي يمنحنا توتر متناوب جيبي. ننتقل للفقرة الموالية. الآن سنتحدث عن مميزات التوتر المتناوب الجيبي الذي حصلنا من خلاله على تموجات في شاشة رسم تذبذب. نعين بواسطة رسم التذبذب التوتر بين مابطي مولد ذو توتر متناوب جيبي، وبعد ذلك نقيس التوتر بين مابطي نفس المولد بواسطة فولتميتر، يعني نفس المولد غنربطه بالأوسيلوسكوب برسم التذبذب، ثم نعيد ربط ديالو بالفولتميتر. هذا الشكل يوضح التجربة. عندما نربط المولد بالفولتميتر يعطي 4.5 فولت، وعندما نربطه برسم التذبذب يعطي الشكل الذي تلاحظون في الشاشة. ولدينا الحساسية الرأسية مضبوطة عند 2 فولت بار ديفيزيون، الحساسية الأفقية مضبوطة عند 20 ملي سكوند بار ديفيزيون، ملي سكوند يعني 1 سكوند كتساوي 1000 ملي سكوند، غنشرح هادشي من بعد. إذا يتميز التوتر المتناوب الجيبي بالمقادير التالية، 4 ديال المقادير. داك التوتر المتناوب الجيبي عنده 4 المميزات. المميزة الأولى القيمة القصوى، لا فالور ماكسيمال. ما معنى القيمة القصوى؟ تمثل أكبر قيمة يأخذها التوتر، يرمز لها بـ UM، U max يعني ماكسيما، وحدتها هي الفولت لأن التوتر، وتحسب بالعلاقة التالية. نرجعوا للشاشة نشوفوا ماذا نعني بالقيمة القصوى. إذا نرجعنا للشاشة كما كتلاحظوا لدينا هذا التوتر في البداية، بدينا من اليسار يزداد يزداد، ثم يبدأ في التناقص تناقص حتى يتجاوز محور الأفقي إلى الأسفل، نقول أنه أصبح سالب، ثم يزداد ثم ينقص كما تلاحظون. اذا اكبر قيمة يأخذها هي اللي في الاعلى كتلاحظوا، كنرمز لها بي ام، لا فالور ماكسيمال ديال التوتر. هذه القيمة تبعد عن المحور الافقي بثلاث مربعات، ثلاث تدريجات، 3 ديفيزيون، ونرمز لها التدريجات العادة تدريجات بإيغريك ام. اذا كيف سنحسب هذه القيمة؟ باستعمال العلاقة التالية UM تساوي YM مضروبة في SV، SV هي اللي ضبطنا في البداية في الشاشة ديال رسم التذبذب، يعني الحساسية الرأسية والحساسية العمودية. UM هو القيمة القصوى بالفولت، YM هو عدد التدريجات انطلاقا من المحور الأفقي بالديفيزيون، والحساسية هي الحساسية الرأسية التي ضبطنا في الجهاز، يمكن تغييرها بالفولت بار ديفيزيون. اذا هذه الطريقه باش كنحسبوا القيمه القصوى لتوتر متناوب جيبي. اذا هنا الدلاله ديال هادو اللي قلت، اذا كل وحده والدلاله ديالها. الان في هذه التجربه لدينا، اذا اردنا حساب هذه القيمه في هذه التجربه، لدينا يو ام تساوي 3 ديفيزيون لان قلنا ديك ايغريك فيها 3 د المربعات مضروبه في 2 فولت بار ديفيزيون لان الحساسيه ضبطناها عند 2، الا ضبطناها عند 3 تعوضها ب 3، اذا غنختزلوا بالديفيزيون غيبقى عندنا الفولت، وجوج في ثلاثة هي 6 فولت. إذا هذه هي القيمة القصوى لهذا التوتر في هذه الحالة، أقصى قيمة يصل إليها. الميزة الثانية هي القيمة الفعالة، لا فالور إفيكاس، هي قيمة التوتر المتناوب الجيبي التي يقيسها الفولت ميتر. يعني عندما أزلنا المولد بين مابطي، يعني أزلنا الأوسيلوسكوب بين مابطي المولد وربطنا بالفولتميتر، أعطانا قيمة واحدة فقط. هذه القيمة الوحيدة اللي هي 4.25 في التجربة تسمى القيمة الفعالة، الفالور إفيكاس. العلاقة بين القيمة القصوية والقيمة الفعالة لتوتر متناوب جيبي هي، هناك علاقة تربطهما، هي أن القيمة القصوى لأن هي اللي كبيرة كتساوي 1.41 في القيمة الفعالة، وبجوجهم بالفولت. أو إذا بغينا القيمة الفعالة من خلال القيمة القصوى، UE القيمة الفعالة تساوي القيمة القصوى مقسومة على 1.41. هذه العلاقة ديال اللي كتربطنا القيمة الفعالة
والقمة القصوى. إذا القمة الفعالة عندكم جوج طرق باش تلقاوها، إما بالفولتميتر تقاس بالفولتميتر، إما تحسبونها من خلال القيمة القصوى. نواصل. المميزة الثالثة الدور، لا بيريود. ما معنى الدور؟ نسمي الدور تي لتوتر متناوب جيبي المدة الزمنية التي يستغرقها هذا التوتر لاسترجاع نفس القيمة وفي نفس المنحة. وحدته العالمية، وحدة الدور، هي الثانية سكوند، ويحسب بتطبيق العلاقة التالية. إذا قبل أن نرى العلاقة سنعود للشكل من جديد لنشرح ما معنى الدور. هذا الشكل هذا، إذا لا تلاحظوا مثلا غناخذوا هذا الجزء من المنحنى، كتلاحظوا الجزء هذا تموج موجب ثم تموج سالب. إذا هذا الجزء هو الذي سيعاد، هذا هو ما معنى دوري. نقول أن هذا التوتر متناوب جيبي، يعني كي دوري كيتعاود، هو الجزء هو اللي كيتعاود. كتلاحظوا داك الجزء الاولاني هو اللي غيتعاود من بعد. اذا فهو يعيدنا الشكل. اذا المده الزمنيه التي يستغرق كي يعيدنا الشكل هي التي تسمى الدور. ملي كتكون عندنا شي حاجه اللي هي دوريه، يعني كتعاود، ديك المده اللي كتسرق هي اللي كتسمى الدوره ديالها. اذا يعني سنحسب عدد التدريجات بين نفس القيمه، مثلا من قيمه قصوى الى قيمه قصوى، غناخذوا بعض ديال التدريجات اللي فيها، ولا كنسميوها اكس، ولا من صفر الى صفر، ولكن هنا صفر نحو الاعلى وصفر نحو الاعلى، ما تمشيوش صفر نحو الاسفل، غنلقاو ايضا اربع تدريجات، ولا بين قيمتين دنويتين هي القمه الاسفل، دائما غنلقاو اربع تدريجات. ونحسب هذه المده بالعلاقه الثانيه تي تساوي اكس مضروبه في اس ار. تي هي الدور بالسكوند، اكس هي عدد التدريجات بين قيمه نفس القيمه لياخذ التوتر نفس القيمه في نفس المنحى بالديفيزيون، في الحالة عندنا 4 ديفيزيون. و اس اش هي الحساسية الأفقية التي ضبطنا عندها الجهاز وكان عندنا في البداية، اللي هي بالميلي سكوند 20 سكوند بار ديفيزيون. إذا هذه الدلالة ديالهم، غنتقلوا لهاد الحالة ديالنا في هذه التجربة. لدينا تي تساوي 4 ديفيزيون، لأن ديك إكس فيها 4 مضروبة في 20 ميلي سكوند بار ديفيزيون، هي فضبطنا الحساسية الأفقية. ميلي سكوند هي كما قلت لكم جزء من اجزاء السكوند، يعني الثانيه. ديفيزيون هي تدريجه، كتساوي 80 ميلي سكوند كتساوي 0.080 سكوند. يمكن لكم تعتمدوا على الجدول هذا. يمكن ان نعبر عن الدور بالميلي ثانيه ام اس، او الميكرو ثانيه ميكرو سكوند، كتكتب على شكل U. ها هو الجدول ديال التحويل ديالهم، السكوند جوج نقاط ميلي سكوند، جوج نقاط ميكرو سكوند، وبالتالي يمكن التحويل كما فعلنا في هذه الحاله، 8 ميلي سكوند حولان سكوند. هذا بالنسبه للدور. المميزه الاخيره هي التردد، لا فريكونس. لا فريكونس تردد توتر متناوب جيبي هو عدد الادوار التي ينجزها خلال ثانيه واحده، يرمز له بحرف اف فريكونس. وحدته العالميه هي الهيرتز، راك تسمعوها، التي نرمز لها ب اش زد، ويحسب بالعلاقه التاليه. اذا هذا التردد كتسمعوه في التلفاز مثلا، ولا في امواج ديال الراديو. إذا نفس الشيء هنا، هذا التوتر بما أنه متناوب جيبي ودوري فإن له دور وله تردد، يتردد في كم من دور في الثانية. إذا F يساوي 1 على T، إذا التردد هو مقلوب ديال الدور، F تكون بالهيرتز والدور كما رأينا بالثانية. إذا إلا حسبتو في شي تمرين الدور بالميلي سكوند أو ميكرو سكوند، خصكم تحولو للسكوند هو الأول، عاد تطبقوه في هذه العلاقة باش تحسبو الفريكونس بالهيرتز. والهيرتز ايضا لها مضاعفات لما اكتبها هنا، مثل الكيلو هيرتز والميجا هيرتز. كيلو هيرتز كتساوي 1000 هيرتز، والميجا هيرتز مليون، ام اش زد. اخر شيء في هذا الدرس هو التيار المتناوب الجيبي، اللي هو العنوان ديال الدرس. ينتج عن التوتر الكهربائي المتناوب الجيبي تيار كهربائي متناوب جيبي يتميز به. يعني عندما يكون لدينا عمود أو مولد بصفة عامة منبع بين مابطيه توتر، فهو ينتج تيار كهربائي. الفرق شفتوه السنة الماضية بين التوتر والتيار الكهربائي. إذا هذا التيار الكهربائي ما غنتعمقوش فيه بزاف، يتميز به تردد مساوي لتردد التوتر. يعني المولد عندما ينتج لنا تيار كهربائي، ذاك التيار الكهربائي الذي ينتج تردده يساوي تردد التوتر. ثم قيمته القصوية إم وقيمته الفعالة إيه، ترابط بينهما العلاقة، نفس العلاقة السابقة بحد التوتر، إم تساوي 1.41 مضروبة في إيه.
حيث يتم قياس الشدة الفعالة بواسطة جهاز الأمبيرميتر، لأن شدة التيار ناقصة بالأمبيرميتر بينما التوتر بالفولتميتر. إذا هذا كل ما لدينا في هذا الدرس، إن شاء الله سننجز تمارين تطبيقية وكي تكون هذه الأمور واضحة أكثر. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى درس آخر.